بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا في الدرس السابق البروبريتي أو لا الكونترول ريكوايرد فيلد فاليديتور، غادي ندوزو اليوم الكونترول آخر اللي هو رينج فاليديتور. هذا الكونترول هذا كيف ما سبق لي أذكر قلنا أنه مسؤول على الفالور، تندير واحد الكومباريزون بين الفالور اللي دخلتي لوزاتور وبين دو فالور كان بريسيزيون من قبل. طيب غادي ندير واحد لو تيست سامبل، مثلا اجبت مثلا نكتب مثلا كتب مثلا شنو يدخل يوتيليزاتور لاج نتاعو، ثم ممكن باش نتيستو داكشي اللي شفنا في التيست اللي فات، لو نو و لاج، لو نو زون دو تيكست، لاج زون دو تيكست، ثم بوتون بهذا الشكل هذا بوطون غير لي بروبريتي تسمي مثلا فاليدي، ثم هاد لاج هدا تألفو هنا بهاد الشكل. بالنسبة لهاد لونو خص يكون اوبليغاتوار، إذا غادي نأجبتي لهاد البروبريتي نتاعك ريكوايرد فيلد فاليديتور، غير لي مثلا هنا غادي نشوف البروبريتي ديسبلاي، هادي اوكازيونيت باش نشوفها. غادي ندير ديسبلاي باغ ستاتيك، نخليها باغ ديفو ستاتيك، ثم غادي نكتب مثلا ايرور، بعد الشكل وما نساوش كونترول تون تو فاليديت، بمعنى ان هاد الكون هاد شكون اللي خصو يكون اوبليغاتوار الكونترول رقم واحد. دابا غادي ندوزو لوبجيكتيف من هاد الدرس هو لاج، لاج خصو يكون اونتر دو فالور، اذا غادي ناجيتي الكونترول لاحظنا حتى لي كون تاعو في واحد السهم من هنا وسهم من هنا، اذا بين دو فالور رينج فاليديتور اجبتها قدام زون دو تيكست، ثم غادي ندخل لي زانفورماسيون ميساج مثلا اونتراج مثلا او لا اونتر مثلا 20 اي 30 باغ اكزومبل، نخليو كاع لي بروبريتي سامبل. دابا فهمنا فكرة لي بروبريتي هنا ليه بالكونترول جوج، بمعنى هذا هو اللي خصو يدخل فيه فالور اونتر 20 و 30، حيت دائما البوزيسيون ما كافيهاش بوحدها، نقدر نجيبو نحطو هنا ماشي مشكل، اذا ضروري خصني نليه بهذا الكونترول. اذا نزيد ستار. دابا غادي ندير واحد لو تيست سامبل، غادي نجي مثلا لهنا نخلي هذا فيد ونخلي هذا فيد، كليكي كتب لي هنا ايرور، نعطي مثلا ا انا عفوا ديجا نسيت ما بريسيزيت ما خصني بعض لي بروبريتي نتاع هاد الفاليديتور الثاني اللي هو رينج فاليديتور، انا خصني بريسيزي ليه لا فالور ماكسيمال لا فالور مينيمال. لا فالور ماكسيمال مثلا قلنا هي 30 ولا فالور مينيمال هي 20، ثم سيت فوكس اون نيرور حتى كذلك تساوي ترو، ثم تايتل مثلا اسم التايتل تايتل كيساوي ار بهذا الشكل. ثم كاين هنا واحد لوشون مهم اللي هو التيب، التيب نتاع هاد لي فالور الشيء اللي بندخل التيب في هاد الحالة هادي غادي يكون انتيغر، غادي يكون انتيغر، ثم غادي ندير ديمار، لاحظنا ندير فاليدي عطاني هنا ايرور. نكمل مثلا في لو نو نعطي باغ اكزومبل سماط بهاد الشكل. بالنسبة لاج غادي نعطي صفر، ثم غادي نكليك على طاب، لاحظنا دوني اج اونتر 20 و 30، نعطي مثلا 45 خمسة ندير 35 باغ اكزومبل فاليدي، لاحظنا فاليدي ما كتصيفش، اش كدير فاليدي كتيستي على لي فورميلير ثم كتحط فيني لي كيرسور. اذا هذه ملاحظه جد مهمه بالنسبه لي في هاد لو رول اللي كيعاوننا في وسط هذا لي كونترول دو فاليداسيون، هاد لي فورميلير ما كيتصيفطوش، اذا واخا كنكليكينا ما كيتصيفطوش حتى كنتيستي، حتى كيكونوا كاع لي كونترول كلشي كوريكت عليه كيتصيفطو لي زانفورماسيون، ولو يكون غير واحد فيه بروبليم ما كيتصيفطوش لي فورميلير. نديرو التيست مثلا 25 فاليدي، لاحظنا مشاو لي زانفورماسيون، كنكليكي راه كيمشيو لي زانفورماسيون. اذا كتبو مثلا اف، كتبو مثلا اي شيء اخر مثلا هنا مثلا باغ اكزومبل مثلا نعطي 20، لاحظنا قبلها نعطي مثلا 19 ما قبلهاش. اذا هذه هي الفكره نتاع هاد الكونترول لي سميتو رينج فاليديتور. رينج فاليديتور اهم 3 شوز فيه هو نبريسيزي لا فالور فينال لا فالور ماكسيمال
on précise le contrôle li mliyle. Le contrôle li mliyle. Amma le contrôle khri, set focus par exemple li debet le focus est tana. مثلا لي الكولور الميساج هادو هما دي شوز تري سام. انا باقي نقطه مهمه هي ستاتيك وديناميك باش نفهمها مزيان. غادي نحط هاد البوطون هنايا. اذا لاحظنا فين حطيت البوطون ولاحظنا كذلك لي طون نتاع هاد لي طون نتاع هاد ريكوير في الفاليديتور. انا درت ستاتيك. اذا نشوفوا الفرق بين ستاتيك وبين لي زوتر فالور تاع ديسبلاي. غادي ندير كومبيلي فيشي. لاحظنا خلا واحد ليسباس هنايا متفقين. كليكي مثلا ثم صفر. لاحظنا خلا واحد ليسباس هنا خلاها فيد. خلا ليسباس فين كيتحط الفالو. بينما غادي نجي وغادي ندير ديسبلاي مغاديش نعطيها ستاتيك غادي نعطيها ديناميك. غادي نعطيها ديناميك لاحظنا. ثم غادي نيكزيكوتي وغادي يبان لينا الفرق بين ستاتيك وديناميك. لاحظنا ما خلاش واحد ليسباس بمعنى دوك الكونترول ما خلاش ليسباس حتى تنكليكي حتى تيوقع بروبليم اللي كيتكريا. اش كتعني هاد الديناميك؟ هاد ديسبلاي ما كيكونش من الاصل كان ولكن حتى تيوقع بروبليم عليه كيتكريا هاد الايلمون. ندير فاليدي. لاحظنا ما بقى والو. غادي نسبريم هذا هنا كله. لاحظنا اللي تيبان حتى تنسبريم دي مثلا ا. لاحظنا رجع بلاصه نفاليدي مشى بهذا الشكل هذا رجع مشى. اذا هادي الفكره نتاع هاد ديسبلاي واش ستاتيك او لا ديناميك. كاين هذا فالور اخرى اللي هي هذيك باينه. اذا غادي نكتفيو بهذا القدر هذا حتى لدرس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.